مساء الخير كل متابعي اليوم السابع، هكون معاكم النهارده انا محمد قاسم ولايف جديد وحكايه جديده. حكايتنا النهارده هتكون عن ادم بائع كنافه وقطايف. هنتعرف النهارده على حكايته مع صناعه الكنافه والقطايف والتطورات اللي حصلت بالحديثه. مساء النور، اسمي محمد بيومي، كنافاني ابا عن جد، بقالنا 150 سنه في الصناعه، ورثها من اجدادي وناوي ان شاء الله ورثها للاجيال الجايه باذن الله. ان شاء الله بقى انا اتعلمت ازاي صناعه القطايف والكنافه، احكي لي عن تجربتك، بدات ازاي معاك؟ طبعا انا اتعلمتها من والدي وجدي طبعا، تمام. هي الاول طبعا كانت يدوي وشاقه جدا، شغلها شاق جدا. كان القطايف بتتعمل عباره عن قمع بيتحط فيه عجين وعلى حجر حديد ظهر، والعامل يصب القطايف على الحجر، تمام. فطبعا بتاخد جهد كبير جدا، فدلوقتي الحمد لله طورنا وعملنا مكن زي دوت كدوت، الانتاج بقى افضل يعني واسرع، والصنعه نفسها بقت افضل واحسن بالنسبه للقطايف. العجينه بقى بتتعمل ازاي على المكن؟ الفكره بتبقى ازاي؟ لا هي نفس العجينه ونفس الطريقه، ميه ودقيق وخميره دوت عجين القطايف بس. فبنحط العجين ينوت جوه ينوت، تمام. فبالتالي ينوت فيه زي السيخ كده، هو بيطلع الحديده دي، فالقطايف تنزل من تحت ينوت زي ما حضرتك شايف كده. القطايف بقى المكن بيعمل قطايف كل الاحجام زي المكن؟ اه طبعا، اه يعني اول كده مثلا متوسطه، عاوز اصغر مثلا الفها لفوق كده اهوت شمال كده تصغر، يعني لو عاوز قد كده اهوت تنزل قد كده اهوت، وممكن تبقى اكبر من كده اهوت قد دي مرتين. فهو ده ميزه المكن، ان بيطلع لك كله كمان مقاس واحد، يعني كله مقاس واحد وصنعه واحده وطبعه واحده، ده ميزه المكن. والكنافه كان نفس الكلام برضه، كان بيتعمل على اللهم صل على النبي صينيه نحاس في الاول، ويدوي حاجه زي القمع بره كده اهوت فيها خرام، بيتعمل على بيصب يعني على الصينيه النحاس ديت. فطبعا كانت بتاخد وقت كبير جدا وشاقه جدا على عامل، طبعا بتبقى نار بتطلع نار عليه وجهد، فهو كان بيبقى راكب فوق الحجر ده عشان ايه يقدر يجيب الصينيه كلها. لكن دلوقتي الحمد لله بقى عملنا مكن يطلع انتاج احسن وافضل بكتير، وانتاج كتير يعني الحمد لله. ده اسمه ادوس، ده اسمه ادوس، ده يتحط فيه العجين من النوط. العجين الاول بيتحط في العجانه، وبعد ما يتحط في العجانه يتحط في الادوس دوت، وشغل المكن. طبعا في نار هنا تحت الحديد دوت، في نار شغاله، فتلف اللفه بتاعتها تستوي تنزل من الناحيه هنا بس، وفي الاخر بنغلفها زي كده اهوت في اطباق استريتش يعني عشان تحافظ عليها وما تنشفش يعني من الهواء بس. طب هل في فرق بقى بينها وبين القطايف العادي؟ لا ما ميزه الالي ان هي الحجم كله هتلاقيه واحد، الايد واحده يعني من غير الايد طبعا، واحده كبيره واحده صغيره غصب عنه، لكن هي نفس والانتاج طبعا بيبقى اكتر، يعني نفس الحجم والانتاج بيبقى اكتر بكتير طبعا في القطايف. والكنافه الميزه برضك ان يعني انضف طبعا، امن وانضف وانتاج اكتر بكتير من البلد بس. واحنا الحمد لله بنتميز ان الكنافه بتاعتنا بلدي، يعني عجينه البلدي بس حاطينها في ايه؟ في مكنه، بس نفس العجينه البلدي اللي هي الايه؟ الدقيق وميه ولبن ونشا وسمنه، ولا اكتر ولا اقل. وايه الفرق بين البلدي والمكنه؟ احنا عندنا احنا الحمد لله هي نفس العجينه بس في آلي، هي البلدي بتبقى اتخن شويه، لان اليدوي دي بتبقى اتخن شويه، لكن ديت بتبقى رفيعه شويه عندنا. بس الميزه عندنا هي بتشرب العسل، بتقبل عسل وتقبل سمنه. نعم. افضل البلدي ولا السوى؟ لا هي بس اللي بيحبها تخينه هيقول لك البلدي، اللي بيحبها عاديه هيقول لك اللي هي العاديه اللي هي الالي. بس الالي زي ما قلت لحضرتك احنا نفس عجينه البلدي شغالينه بس على مكان الي، بس هي دي الفكره يعني. وطبعا دلوقتي الدنيا اتطورت، طبعا بقى القطايف بتتعمل بكل حاجه، والكنافه نفس الكلام برضك، بمانجا بنوتيلا باوريو باي حاجه شغال، يعني بتقبل اي حاجه.
وطبعا مفيش بيت يقدر يستغنى عن الكنافه والقطايف في رمضان، ما يبقاش رمضان من غير كنافه وقطايف. بس بالنسبه للكنافه بقى دي ديت بتسوي الكنافه الكريمه، دي عباره عن كنافه كريمه تحتها المفروض نار، بس هي طافيه دلوقتي حاليا، تحتها نار بتستوي، تسوي الكنافه الكريمه تطلعها سخنه، تبيعها سخنه يعني على طول. لا، ما هي نفس الكنافه اللي بتعملها المكنه، بنصنعها عندنا، نحط الكريمه في النص تمام، ومع السمنه من تحت قبل الكنافه من تحت، ومن فوق بردك الكنافه، وبنستويها بالسمنه، السمنه البلدي. بتعملوا استعداداتكم قبل رمضان قد ايه؟ قبلها مثلا بشهر بنجهز المكن، بنضغط نفسنا في المكن، ونجيب مكن اكبر يعني، بحيث ايه نقدر نكفي يعني الانتاج ان شاء الله والاقبال يعني. الاقبال ده في رمضان بيبقى في اول اسبوع في رمضان ولا طول الشهر يعني؟ قيمه برضه لا بيبقى قبل اسبوع من رمضان، قبل اسبوع من رمضان بتدي الاقبال، وبعد كده اول اسبوع بيبقى تمام، ثاني اسبوع اهدى شويه، ثالث اسبوع اهدى شويه، اخر رمضان بقى كل سنه طيب، كله بيتجه ايه للكحك. بس فيها نصيحه بقى للتجاري السريع اللي بيحبوا يبقوا الكنافه، يعني يتفروها ازاي او حاجه كويسه بالنسبه لهم؟ القطايف لازم، دي اهم نصيحه، القطايف لازم تتقفل في نفس اليوم، لازم تتقفل في نفس اليوم، دي اهم حاجه، عشان في زباين بتاخدها تقفلها تاني يوم ما بتتقفلش وتتقطع منهم وتتقطع، لازم تقفل في نفس اليوم. الكنافه الافضل اصلا هي تبقى بايته، ده ناس كتير وعملاء كتير ما يعرفوش الكلام ده، بيبقوا عاوزينها من على المكنه ياخدوها، دي هتبقى عجين خالص، مش هتبقى كنافه خالص. بقول لهم بلاش، بنصحهم ان بلاش يعني، خليها ايه تقعد مثلا 5 6 ساعات تتهوى براحتها، يقول لك لا انا عاوزها من المكنه، يجي لي فعلا تاني يوم يقول لي لا انا اخدتها، لا انا عاوز اللي هي الايه اللي هي تبقى متهويه كويس يعني. فنصيحه ان هي تبقى بايت افضل اصلا تمام، بتتعمل بتبقى افضل واحسن، اللي هي الكنافه يعني. القطايف لازم تبقى في نفس اليوم، تتقفل وتتحشي اي حاجه حضرتك حاببها، لحمه مفرومه، مكسرات، هندي تاني، اي حاجه، بس تتحط بقى في الفريزر تقعد معاك عادي اسبوع، اسبوعين، ثلاثه، شهر عادي، بس اهم حاجه تقفلها في نفس اليوم، دي اهم حاجه يعني. اللوتس السنه دي، اللوتس يعني، هو طبعا المانجا هي اللي راكبه لحد دلوقتي طبعا، والاوريو والنوتيلا والراسبيري والكلام دوت، بس السنه دي الضغط كله على اللوتس. المكنه دي بتقعد وقت قد ايه مثلا؟ كميات قد ايه طول اليوم؟ لا الانتاج ما شاء الله يعني، اللي انت غير اليدوي خالص يعني. هي بقى بتستوي وبتنزل آليه يعني اوتوماتيك؟ بنزل في الطبق على طول، وهو الطبق بيبقى زي كده اهوت، بنلفه ستريتش بيبقى جاهز، بس بيتهوى طبعا عندي نوت في الكور، الهوا دوت بيهوى القطايف عشان ما تعجنش، ويتحط في طبق، وبعد كده دوت ايه بنلفه ستريتش عشان ايه يعيش معانا طول اليوم ما ينشفش يعني. تاخد وقت قد ايه في الدوره بتاعت اللفه؟ اللفه نفسها يعني في حدود دقيقه مثلا.